محمود صالح. واحنا بقى النهارده كابتن يحيى، كابتن يحيى طبعا هساله على فكره نفس السؤال ليكم انتوا الاثنين. السؤال فعلا ليكم انتوا الاثنين، لان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي وافريقيا، واحنا خلاص بنستعد بشكل كبير قوي لبطوله افريقيه مهمه جدا يعني خاصه بجمهور النادي الاهلي. النهارده كابتن محمود صالح، صالح جمعه، هل النهارده مستعد ان هو او قادر على انه يؤدي مستوى فني الجماهير منتظراه منه بالشكل اللي يليق يعني بينا وبالنادي الاهلي وفريق الفريق الاول في النادي الاهلي، ولا لا الفتره اللي جايه؟ هو يملك كل الامكانيات اللي تؤهله ان هو يبقى عنصر اساسي في النادي الاهلي في الفريق الاول. بس هو كابتن يعني هي زي ما لازم الاراده، الصفات الاراديه والطموح، وحاطط هدف قدامه يحققه. احنا كنا لعيبه عاديه ولعبنا درجه اولى سنوات طويله، وانا كنت لاعب عادي. انما في لعيبه كتيره يعني اللي حققوا يفوق امكاناته. يعني الكابتن مجدي عبد الغني كان في قطاع الناشئين كان لاعب عادي خالص، بس الصفات الاراديه والتصميم والاراده والطموح والامل وحاطط قدامه عدى الناس كلها.